السلام عليكم ايها الاصدقاء، بغيت نعرفكم اليوم على المنزل ديال عبد العزيز بوتفليقه هنا بمدينه وجده، وفين عاش وفين قرا. هذه بعض المعطيات اللي غادي نحاول نوظفها مع باش نعرفوا كيفاش عاش هذا عبد العزيز بوتفليقه رئيس الجمهوريه الجزائريه هو والعائله ديالو. هذا هو المنزل ديالو اللي موجود هنا بزاويه زنقه مضرومه وطريق مولاي اسماعيل بمدينه وجده. هذا المنزل فيه ثلاثة ديال الواجهات، وهو عبد العزيز بوتفليقه تزاد في هنا بمدينة وجدة في 2 مارس 1937، ولكن هو في الحقيقة ما تزادش في هذا المنزل، تزاد في منزل آخر وموجود بمدينة وجدة ولكن في المدينة القديمة، ومن بعد عاد تنقلوا لهذا المنزل وعاش هنا عبد العزيز بوتفليقه وقرا في أول مرة بمدرسة ديال سيدي زيان، أول مدرسة اللي مؤسست في المغرب سنة 1907، ومن بعد قرا في الثانوية عبد المبن وخدا البكالور ديالو من الثانوية ديال عمر بن عبد العزيز. وملي خدا البكالوريا ديالو كانت في العمر ديالو 19 سنة، من بعد ذلك مشى انخرط في جبهة التحرير. إذن عبد العزيز بوتفليقة كما قلت لكم عاش في هذا المنزل، وهذا المنزل عرف بعض الاصلاحات بعدما تقدم الاخ ديالو سعيد بوتفليقه الى المصالح التعنيه بالبلديه ديال وجده بطلب اصلاح هذا المنزل. كما قلت ان كانت الوالده ديالو عايشه معاه هنا في هذا المنزل، وكانت باغيه تبقى هنا في وجده، بغات تندفن، خلات واحد الوصيه باش تندفن قدام الزوج ديالها اللي احمد بوتفليقه اللي مدفون بالمقبره ديال السيد المختار. ولكن بوتفليقه هو الاخ ديالو سعيد في نهايات ما نفذوش الوصيه ديال امهم اللي كانت عاشت هنايا حتى بلغت السن ديال 90 سنه، ومن بعد تحولت الى الجزائر. اخر مره زار فيها عبد العزيز بوتفليقه مدينه وجده كانت في اواخر سنه 1990 على حسب ما قريت، وحاول ما بعد المسكين حاولوا يعطوني بعض المعطيات. من اخر سنه زار فيها مدينه وجده هي كما قلت كانت سنه 1990، ولقى مدينه يعني تبدلات تغيرت بزاف على داكشي اللي خلاها. ما بعد ما كان غادر مدينه وجده سنه 1962.